الكرام، سأبدأ على غير العادة بخبر مفرح للجزائريين بتأهل شبيبة القبائل إلى الدور نصف النهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رغم تعادله في مباراة الإياب ربع النهائي أمام أصفاقس التونسي بهدف لمثله. شبيبة القبائل استفادت من فوزها ذهابا بهدف دون مقابل لتواجه مجددا كوتون سبور الكاميروني المتأهل هو الآخر على حساب نادي جيرافا السنغالي. هذه المواجهة مع أصفاقس حضرتها صفية إيبارودان. دخلنا بالباهي في الماتش، هددنا مرمى المنافس تقريبا ما عنده حتى فرصة إلا عن طريق كرة ثابتة. بالنسبة لنا احنا كنا واقفين صحيح، سجلنا هدف في وقت باهي، لكن في آخر المقابلة بصراحة الكرة عطتنا بظهرها. La qualification sur les deux matchs est méritée parce que je pense qu'on a dominé 3 mi-temps sur 4. Mais voilà, la quatrième, on aurait pu tout perdre parce qu'on a reculé et qu'on n'a pas eu su maîtriser le ballon. On n'a pas. Et bon, en face, il y avait une équipe qui n'avait plus rien à perdre. Moi, tu as mis contre une équipe coriace. On qualifie difficilement les dernières minutes. Alhamdulillah, la qualification est de les supporters, le peuple kabyle et tout le peuple algérien. Merci pour les joueurs. ستاف تكنيك ستاف ميديكال ادمينستراتيف كويك خمل لي زيفور دبي ديبي لا كومبيتيسيون هاكي فرق لا بيتيتر سي لو سول ريبريزونتون لاجيري ان شاء الله نكوني نخدم الماكسيموم باش نصفرح ديجا لي سيبورتور نصفرح هاك بوبل الجيريان راني صلاجون.